السلام عليكم. مع الفيديو الثاني لموضوع الترانزيت ستابيليتي او الروتر انجل ستابيليتي، المره هاي راح نحكي بس كانترودكشن او خلينا نقول كفورميليشن للسوينج ايكويشن. شو هي السوينج ايكويشن؟ السوينج ايكويشن مش شيء جديد، مرت معنا قبل هيك في مواد كثير، بس مبدئيا شو معناته روتر انجل؟ الروتر انجل او التورك انجل مرات بنسميها الباور انجل، معناها شويه مختلفه، اللي هي الفيز ديفرنس بين مين ومين، بين تو فلكسز اللي هو الروتر فلكس والستاتر فلكس. مينلي الستاتر ممكن يكون اذا افترضنا ان الفريكوانسي ثابته فالفلكس بتاع الستاتر راح يدور بسرعه ثابته، لكن الروتر عباره عن ماس صح او انيرشيا، معنى ادق شوي. فالديناميكس تاعت الشافت هي الديناميكس تاعت الروتر، يعني الجزء هذا الدوار بالنسبة لنا هو جزء مهم في الروتر انجل ستابيليتي. فنبلش معاه واحد واحد. أول شيء لو سألتكم يعني بس هيك توضيح للأقواس، هذا من كتاب ستيفنسون، أي واحد فيهم بيمثل موتور وأي واحد فيهم بيمثل جنريتر. ببساطة علشان نعرف مين موتور ومين جنريتر، فكل اللي احنا محتاجينه نتذكر الكوز والإفكت. احنا بالأصل الروتر ليش دار أو بأي اتجاه دار؟ الروتر بأي اتجاه دار، هاي واضح معنا من الأوميجا، من السبيد، هاي أوميجا وهاي أوميجا، واضح معنا إنه السبيد كيف الدايركشن تاعها. اللي سبب الدايركشن هل هو الميكانيكال تورك ولا الإلكتريكال تورك؟ هنا الإلكتريكال تورك، وهون مين اللي سبب الدايركشن اللي هو الميكانيكال تورك. انت بالجنريتر مين الانبوت ومين الاوتبوت؟ بالجنريتر الانبوت اللي هو الميكانيكال باور، فبالتالي مين كان انبوت، مين كان كوز؟ كان عندنا الميكانيكال باور هي في الجراف A او الفيجر A. فمبدئيا احنا هذا السيستم عشان نوصف الداينامكس تاعته محتاجين زي ما كنا نحكي لكم في مادة الماشينز انه نتذكر قانون نيوتن الثاني. قانون نيوتن الثاني سيجما فورس شو تساوي؟ ام الماس في الاكسلريشن، وكلياتنا عارفين انه الاكسلريشن هو التغير في السرعة، في دي في باي دي تغير بالسرعة بالنسبة للزمن، و في اللي هي تغير في المسافة بالنسبة للزمن. بس هذا الكلام بالترانزليشن موشن، الحركة الخطية، لكن الحركة الدورانية احنا عندنا قوانين ثانية. عندنا ايش؟ الفا اللي هي الاكسلريشن اللي هي دي اوميجا باي دي تي، واحنا عارفين انه اوميجا شو هي؟ اوميجا اوميجا اللي هي دي ثيتا باي دي تي، الاصل ثيتا اللي هي الزوايا اللي احنا بنمسحها بالراديان اثناء الحركة. فهذا القانون تحول لسيجما تورك لأنه سرعة دورانية، حركة دورانية يعني تورك، بدال ماس راح تصير جي اللي هي الانيرشيا، وبدال اي ألفا اللي هي دي أوميجا باي دي تي. الآن التورك بالنسبة لنا تي إنبوت ناقص تي أوتبوت إذا أهملنا اللوسز، أو إذا جمعنا اللوسز مع التي أوتبوت بتساوي جي دي أوميجا باي دي تي. الفرق بين التورك الانبوت والاوتبوت ممكن يكون بوزيتيف، ممكن يكون نيجاتيف، وممكن يكون زيرو، وزيرو هي اهم من البوزيتيف والنيجاتيف. هذا بنسميه الاكسلريشن تورك، الاكسلريشن تورك اللي هو ظاهر معنا هون جي في الفا ام للتسارع الميكانيكي بالنسبه للزمن، يعني از ا فانكشن اوف تايم، سوري، تي ميكانيكال ناقص تي الكتريكال. فالانبوت عندنا ميكانيكال باور، والاوتبوت electrical power، والdifference اللي بيناتهم بنسميه الacceleration. ممكن انت تشوفها بدل دي اوميجا اللي هي المشتقة الثانية لثيتا، المشتقة الاولى لثيتا اوميجا، المشتقة الثانية لثيتا اللي هي مشتقة اوميجا اللي هي الفا. هاي من كتاب ستيفنسون. برضو نذكركم انه هذا generator زي ما حكينا قبل شوي، وهذا بالنسبة لنا موتور، لانه الموتور انت يعني تشبك المشين بالكهرباء، فانت اخذت الكتريكال تورك حتى تحصل ميكانيكال باور. طيب
شوي السوينج ايكويشن ببساطه كبيسك هي القانون نيوتن الثاني، ما فيش فيها شيء جديد اللي حكيناه قبل شوي، اللي هي جي دي اوميجا باي دي تي بتساوي تي ميكانيكال ناقص تي الكتريكال، الانبوت تورك ناقص الالكتريكال تورك. الميكانيكال تورك هذا من وين جاي؟ هذا من البراي موفر، من السورس اوف ميكانيكال باور اللي بيحرك الروتور اللي بيحرك الشافت. طب والالكتريكال تورك شو هذا الالكتريكال تورك؟ هذا اللود، الالكتريكال لود، اللود اللي عندنا. طب هل الاثنين ثابتين؟ لا، ممكن الميكانيكال باور نزيدها او نقللها، وممكن اللود يزيد او يقل، او دائما اللود بيزيد وبيقل. طب بس المصطلحات جي اللي هي الانيرشيا كلياتنا عارفين، التوتال انيرشيا وحدتها كيلوغرام متر سكوير كلياتنا عارفين هذا الكلام، التسارع الانجولر، بس ميكانيكال اكسلريشن لانه لساتنا بنحكي ميكانيك ما حكيناش كهرباء، تي ميكانيكال تورك وحدته نيوتن متر كلياتنا عارفينه، الالكتريكال تورك وحدته نيوتن متر، والديفرنس اللي بيناتهم اكيد نفس الوحده فهي نيوتن متر. بس هيك نذكركم بعض القوانين، مثلا هذا القانون كلكم انتم عارفينه اللي هي الميكانيكال انجولر سبيد، يعني سرعه دوران الروتر. احنا عارفين ان الروتر شو ماله، هذا معاه فلكس، معاه الفلكس، وهذا الفلكس له علاقه بالفريكوانسي، سرعته 120 أفع على بي إذا ذاكرين. بس احنا الان ما حكيناش، احنا شو حكينا؟ شافت وبدور، شافت وبدور، شافت وبدور، روتر وبدور، يعني شو يعني ميكانيكال. ما لسه ما جبنا سيرة الكهرباء. فالانجولر ميكانيكال سبيد هي المشتقة الاولى للانجولر بوزيشن، الانجولر بوزيشن، والاكسلريشن اللي هو المشتقة الاولى للانجولر سبيد اللي هو المشتقة الثانية للميكانيكال بوزيشن، كله ايش؟ انجولر انجولر انجولر. فكل هذا الكلام يفترض انكم بتعرفوه بس هيك للتأكيد عليه. طيب الآن أنا وياكم هذا القانون اللي أمامنا جي دي ألفا أم أوف تي بتساوي تي ميكانيكال ناقص تي إلكتريكال. كلنا بنعرف إنه ممكن الميكانيكال تورك بيساوي الإلكتريكال تورك إذا أهملنا كل اللوسز بالوضع الطبيعي، جينريتر بيغذي لود، مين أعلى الميكانيكال إنبوت تورك ولا الأوتبوت إلكتريكال تورك؟ إذا أهملنا اللوسز أكيد مبدأ حفظ الطاقة الانبوت بيساوي الاوتبوت. بما إنه الانبوت بيساوي الاوتبوت، هيو التي ميكانيكال بيساوي التي إلكتريكال، الأكسلريشن تورك كم راح يكون قيمته؟ زيرو. شو يعني إنه الأكسلريشن تورك بيساوي زيرو؟ هل معناته إنه الروتور ما بيدورش؟ أكيد لا. سيارة بتمشي بسرعة ثابتة، سيارة بتمشي بسرعة ثابتة مش معناتها سيارة واقفة، سيارة ما بتتسارع بس هي ماشية بسرعة معينة. نفس الشيء شافت بدور بسرعة ثابتة، احنا هاي السرعة الثابتة بدنا اياها. ليش؟ لان هاي السرعة الثابتة بدنا اياها السينكرونس فريكوانسي، بدنا اياها، احنا بدنا يدور الشافت بسينكرونس فريكوانسي عشان الفريكوانسي تكون بالنسبة لنا ثابتة. طيب هل في مجال انه يزيد تي ميكانيكال وتي الكتريكال؟ طبعا طبعا. طيب بس نرد نذكركم انه لما الفا ام ايكوال زيرو هاي يفترض الاولد ستيدي ستيت اوبريتنج بوينت او النيو ستيدي ستيت اوبريتنج بوينت، يعني السيستم اذا استقر. شو يعني استقر؟ بطل في عندي مشتقه. شو يعني بطل في عندي مشتقه؟ الشافت، شافت الروتور بطل يتسارع او يتباطا، يعني الدلتا الروتور انجل تاعته ظلت ثابته. هذا اللي احنا بدنا اياه، هذا معنى استابيليتي بالجزئيه اللي احنا بنشرحها في هذا الشابتر. طيب شغله ثانيه، احنا بدنا اياه باي سرعه؟ هاي الكونستانت سبيد اللي يدور فيها شويه، السينكرونس سبيد، الكونستانت سبيد هذا كلياته بحكي عن شو؟ عن اي كيس لما الفرق اللي بيناتهم زيرو. طب متى الفرق اللي بيناتهم مش زيرو؟ ببساطه عادي، يعني ما احنا قلنا اما اللود يزيد او يقل. اذا افترضنا انه اللود زاد واحنا ما عدلنا الانبوت ميكانيكال باور اللي درسناها قبل هيك، اذا زاد اللود الفرق اللي بيناتهم، ما هو لحظيا هذا لسه ما عدل الميكانيكال تورك، البراي موفر، فتحة الجفرنر، وكل الأمور هاي خلينا نعتبرها شوي بطيئة. فاللود زاد فجأة، اللود زاد فجأة، الديفرنس اللي بيناتهم حيكون نيجاتيف. شو يعني نيجاتيف؟ يعني المشتقة السرعة نيجاتيف، يعني ديسلريشن، ما راح يكون تسارع، حيكون تباطؤ. طب العكس صحيح، مصنع وطفى، اللود قل، اللود قل، شو راح يصير عندنا؟ راح يصير الديفرنس اللي بيناتهم، وهذا لساته ثابت، راح يصير الديفرنس اللي بيناتهم بوزيتيف. فبالتالي شو راح يصير للشات؟ راح يصير اكسلريشن. شو يعني اكسلريشن؟ يعني احنا بنتسارع اعلى من السرعه اللي كنا عليها اللي هي كونستانت الفيكس اللي هي سينكرونس سبيد. فيعني الفريكوانسي حتكون اعلى من السينكرونس سبيد زي ما احنا تعلمنا بالاي جي سي. طيب
طيب نحكيها هيك بشكل عام بس هيك يعني كالعادة احنا بنرجع لترانسليشن موشن علشان نفهمها اكثر. سيارة كانت ماشي او هدفها تمشي ب 80 كيلومتر بالساعة، 80 كيلومتر بالساعة، مرة كانت تسرع مرة كانت تبطأ، مرة كانت تسرع مرة كانت تبطأ، ومرات كثير تكون على نفس سرعة ال 80 كيلومتر بالساعة. عشان نوصف الحركة او سرعتها هاي او البوزيشن تاعها بدنا نقسمها لتو كومبوننت. الكومبوننت الاولى اللي هي 80 اللي هي الريفرنس، والكومبوننت الثانيه الديفيشن عن ال 80. بيصير ولا ما بيصيرش؟ اكيد طبعا بيصير، بس في الاخر يطلع مجموعهم زيك. هذا اللي احنا نحكيه. بما انه وضع طبيعي انه اللود يزيد او يقل، او حتى الميكانيكال باور، كيف يعني الميكانيكال باور تزيد ولا تقل؟ انت قلت مش احنا درسنا التورك كوماند، الكنترول كوماند ممكن تغير الفالف، او نروح للاكستريم جنريتر فصل، مش هذا التي ميكانيكال كتوتال ميكانيكال باور بالسيستم تغيرت ولا لا؟ واخذنا بالايكوال بالتو اريا سيستم نفس الافكار هاي. المعنى انه هذول الاثنين ممكن يكونوا بلس او ممكن يكونوا ماينس وممكن يكونوا زيرو. فبالتالي البوزيشن سرعة دوران الروتور، دوران الروتور هيكون around synchronous speed، around synchronous speed، بس مش شرط بيساوي. فاحنا شو نقول؟ هو بدور بسرعة، بدنا نقول هي سرعة synchronous speed زائد انحرافه أو deviation أو ابتعاده عن synchronous speed، خلينا نسميها دلتا أوميجا. هذا من ناحية سرعة. من ناحية position هو بده يدور بسرعة اللي بتدور بالإزاحة اللي تشبه إزاحة synchronous speed. كيف يعني السرعة الإزاحة اللي تشبه إزاحة synchronous speed؟ أنت لو كان عندك عقارب الساعة، عقارب الساعة وبيمشوا بيمشوا بيمشوا بيمشوا، مش أنت عارف إنه عقرب الساعة بدور one revolution بعقارب، خلينا نأخذ عقرب الدقائق او عقرب الثواني، 1 ريفوليوشن بير مينيت، صح؟ انت عارف تمام. هذا الريفرنس بالنسبه لك. لو افترضنا انه انت عقرب الثواني هذا يعني يا بيقدم يا بيأخر، حتقول هو بدور ب 1 ريفوليوشن بير مينيت بلس او ماينس زي ما انت بدك، اللي هو مثلا 3 تيكس او 3 سكندز. هذا لا، إنه هو صار يسبق الساعة، يسبق الدقيقة بثلاثة سكند. وإذا كان ناقص أنت هتقول لي بتأخر عن الدقيقة بثري سكند، في كل دقيقة بيخسر هو ثري سكند. هذا إنه هو بتسرع ولا بتباطع. طب لو كان صحيح بدور، شو هتقول لي؟ هو سرعته نفس سرعة إيش الرفرنس اللي أنا متوقعه منه. طيب فالإزاحة اللي برسمها كزوايا، هو برسم 2 باي إيش، برسم 2 باي كل كم، كل مينت. طب لو 5 مينت راح يصير 2 باي ضرب ايش؟ ضرب 5، صح ولا لا؟ وكلنا عارفين انه الازاحه الزاويه تيتا هاي شو بتساوي؟ اوميجا تي، اذا كانت السرعه منتظمه طبعا. اوميجا تي. فنفس الكلام الان احنا جنرالي البوزيشن تاع الروتور، البوزيشن تاع الروتور اثناء حركته مع أخذ بعين الاعتبار إنه في ديفيشن، بدنا نقسمها لقسمين. قسم كان يدور بالسينكرونس سبيد بالضبط، فهذا إزاحته شو حتكون؟ أوميجا سينكرونس في تي، صح؟ زائد ديفيشن عن السينكرونس سبيد بدنا نسميه دلتا أم أوف تي. فالترم الأول طلع معي هذا الميكانيكال، ذكرتكم نبهتكم إنه إحنا هاي أم او سوري كل الديسكريبشن تاعنا ما جبنا سيره كهرباء. احنا شو بنحكي؟ روتور بيدور، ما جبنا سيره فريكوانسي ولا تحولنا لكهرباء. فموقع الروتور يعني تخيل معي انه هذا الروتور انت هيك حطيت عليه نقطه هون وقاعد بتراقب حركه هاي النقطه. حركه هاي النقطه راح تدور بالسرعه القريبه من السينكرونس سبيد. هاي السرعه القريبه من السينكرونس سبيد ممكن تكون مرات اعلى ومرات اقل. فشو قلنا؟ هي السرعة أو الإزاحة اللي تماماً synchronous speed، الفريم الأول زائد الديفيشن.
الديفيشن كتبناه جنرال بيشبه الريبل اللي احنا حكيناه هون، بس اللهم ايش هنا ترانسليشن هنا ايش انجلر. تمام. فدلتا دلتا شو بتفرق عن ثيتا؟ دلتا بتفرق عن ثيتا بانه ثيتا كثير بتتغير، اما دلتا هاي الديفيشن البسيط. يعني لو انا سالت واحد فيكم هيك سؤال وقلت له انا معطيك روتور وبيدور بسرعة معينة اللي هي سينكرونس سبيد، معلش ترسم لي ثيتا تاعته. ببساطة ثيتا تاعته شو حتكون؟ من صفر اللي هو البوزيشن اللي هون، إذا افترضنا انه هذا ريفرنس، حيبلش بصفر راح يرتفع لغاية مين؟ لغاية 2 باي، صح؟ وين راح يصير موقعه عند ال 2 باي؟ لف لفة كاملة، وبعدين راح يرجع يبلش من الصفر ويرسم 2 باي، يبلش من الصفر ويرسم 2 باي، يبلش من الصفر ويرسم 2 باي، اللي هي ايش؟ يعني 2 باي بعدين 4 باي بعدين 6 باي بعدين 8 باي. هذا ايش؟ الاكتوال بوزيشن. الان يمكن هو ما يكونش ماشي بسرعه ثابته. يعني احنا ليش هذا رسمناه خط مستقيم؟ لانها اوميجا في تي، اوميجا في تي. لكن اذا كانت اوميجا اصلا مش ثابته، مش إشي فيكس، مش السينكرونس سبيد زي ما احنا متوقعين بسبب تسارع تباطؤ الشاه، فبالتالي شو راح يصير عندنا؟ راح نفترض انه في ديفيشن بالبوزيشن عن السينكرونيزم بنسميه دلتا ام. بس لغايه الان كل شيء ام يعني ايش؟ ميكانيكال. فللتوضيح اكثر كتبنا لكم اياهم، بس اهم شيء انه احنا هاي الدلتا هاي كيف احنا بنقيسها انه كانه في عنا جسمين بدوره، الاول بدور بالسينكرونس سبيد والثاني بنقيس البوزيشن تاعه بالنسبه للي بدور للسينكرونس سبيد، يعني ديفيشن عنه. فهي قياسها بالنسبه للسينكرونس فريم اللي احنا بنحكي عنه. الحلو في الموضوع جرب اشتق هاي مرتين وجرب اشتق هاي مرتين. طب ليش انا بدي احكي اشتقها مرتين؟ يعني ليش جاي على بالي مرتين؟ ليش مش ثلاث؟ ليش مره؟ لانه احنا السوينج ايكويشن اللي بلشنا فيها اللي قانون نيوتن الثاني عندنا الاكسلريشن، شو هو المشتقه الثانيه للبوزيشن. فاشتق هاي مرتين، اول مره بتشتقها راح تروح تي، صح؟ فراح يصير عندي ايش؟ ثيتا بدون بديش اكمل الرموز كلهم. ثيتا برايم بتساوي اوميجا سينكرونس زائد دلتا برايم. ما اهتميتش بكل الرموز. اشتق كمان مره دبل برايم وهذا شو راح تصير؟ صفر. فبالتالي هنا المشتقة الثانية لثيتا هي نفسها المشتقة الثانية لمين؟ لدلتا. المشتقة الثانية رد عيد للأكتوال بوزيشن هي نفسها المشتقة الثانية للريلاتيف بوزيشن أو الديفيشن بوزيشن. تمام؟ طيب فما غيرناش إشي إحنا على قانون نيوتن الثاني، بس ما اسموش قانون نيوتن الثاني، شو صار هسا اسمه؟ السوينج إكويشن. بس ما خلصنا معه، أوقف هون والباقي إن شاء الله راح أكمله بالفيديو القادم.